نتيكم بهدلة. هاي جدي وقت مش مناسب؟ لا انبسطت انه انت تفضلي في ارجع اجي بعدين. لا ابدا فوتي. امبارح ما قدرنا نودعك ولا حتى نبارك لك، فحبيت امرق عليك لاقول لك سهره كانت بتجنن. الف مبروك. مش معقول انت شو مزوقه. ميرسي. عن جد كانت سهره كثير حلوه. انا نظمت من قبل 30 سهره مثل هالسهره، بس هي اول مره عائلتي بتكون حدي. يمكن مشان هيك كانت سهرة مميزة. أنا اللي بدي أشكرك. بفهم كتير منيح هالإحساس. بتعرفي أنا قضيت سنين من حياتي بحفلة المدرسة نبش بين الناس بركي بلاقي عيون أمي وبيي. ما في أحلى من العائلة. خسرتيهم بكير. الله يرحمهم. ميرسي. تعودت. أنا بعتذر بس لازم رد لأنه من الشغل. إيه أكيد. ألو. لا 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 مش هيدا الفايل. خليكي معي تكي. أنا بس بدي أستأذن لأنه ضروري أحكي معك. أنا بروح برجع. لا 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 بليز خليكي. يلا بس شوي. إيه ندى؟ يا عمي شو بكي انت؟ لا كيف بتسلمي هيدا الفايل؟ انا قلت لك بتاني جرور على الشمال بمكتبي. ندى اعطيني ميرا. يا عمي كيف بتعبي؟ فيك تروق شوي وتسمعيني؟ ما فتحتي الوراق وشفتي شو فيهم؟ كيف بتسلميه هيك؟ لا ما إلك حق تسلمي شي بدون ما تشوفيه.